بما أنه هذه المنظمات غير حكومية وبالتالي ممنوع أنه تجمع الأموال من الناس بهذه الطريقة، بالتالي تحتاج إلى مصدر لتمويلها حتى تعمل وتستمر وتعرف يعني هي وقت حاجتها في الأزمات. زين، صاحب المنظمة ما معقول يصرف من جيبه على هذه المنظمة، وإيش قد يريد يصرف؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ بالتالي الدعم أكون دعم حكومي لهذه المنظمات أو دعم من جهات أخرى؟ شلون تقدر تستمر بمزاولة أعمالها؟ ابتداء احنا نقسم المهمات المنظمات. مرة المنظمة تقدم مقترح وهي تبادر في تقديم برامجها، مرة أخرى هي تتابع القرارات الحكومية وتتطوع للشراكة مع الحكومة في هذا الموضوع، ومرة الحكومة تطلب من المنظمات الدعم. فيما يخص موضوع التمويل، بالتأكيد هنالك شروط بحسب القانون الخاص بإدارة المنظمات غير الحكومية، أن التمويل يكون إما عن طريق منظمة دولية تكون تعمل بشراكة مع هذه المنظمة وتمولها بالأموال بالطرق الرسمية المعتمدة داخل العراق بحسب القانون العراقي بموجب وصولات وقوائم رسمية، وحتى عملية صرف هذه الأموال الواردة تخضع إلى قوائم ووصولات وتدقيق من قبل. إذن منين جبت الفلوس وين صرفتها؟ كل هذه راح تتابع من قبل اللجان الخاصة القانونية والفنية والمالية في إدارة منظمات غير الحكومية، أو من المتبرعين من داخل العراق. هنالك عدد من التجار والميسورين يتبرعون إلى هذه المنظمات، أيضا هذه توثق حتى لا تؤاخذ هذه المنظمة بطريقة جلب الأموال بالطريقة الغير المشروعة.